مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المجري النهاردة قبل ما أبدأ كلامي أنا عاوز أهني الرجالة الرجالة اللي طولوا رقبة مصر واللي شرفوا مصر فعلا منظومة ما فيش أحسن من كده ويا ريت تبقى كل الاتحادات تحوز حزو كرة اليد منتخبنا المصري لكرة اليد من احلى ما يمكن في سيستم عملوا حاجه سمفونيه مفيش بعد كده كسبوا بطوله افريقيا ووصلوا الجيمز جيمز في فرنسا 24 حد كان بيحس بيهم ما حدش حاسس بيهم ليه لان كان في دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد المصري كره اليد ودلوقتي رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد هو اللي عمل السيستم وعمل النظام يا ريت عندنا كل الاتحادات كلها تبقى بدكتور حسن مصطفى لان ما كانش ما كانش عنده بقى لا كبير ولا صغير لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا ما فيش الكلام ده عنده اللعيب اللي بيغلط بيتجزر بيتدبح هو ده الصح ده اللي احنا عايزينه عشان كده ادي شايفين الانجاز اللي حققوه حاجه حاجه تفرح حاجه تفرح سيبك من ان احنا فوزنا لا شوف الاداء الرجولي بتاع اللعيبه شوف اللعيبه اللي حاسه بالجماهير هم دول بقى ايه عندهم جمهور ولا عندهم حاجه ولا عندهم اعلام بالمره بالصدفه لما الناس تقول لك ايه ده كره اليد المصريه هتلعب في كذا 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 قد ايه اللعيبه دي والجهاز الفني والاداري وكل المنظومه كلها حاجه مشرفه للرياضه المصريه فعلا اتمنى من كل قلب ان بقول اهو ان يكون كل الاتحادات المصريه دكتور حسن مصطفى لان بيحط نظام احنا ما بنعرفش نحط نظام لا ما بنعرفش نحط نظام بنجامل ده احنا ده العمليه يعني مش عاوز اقول لك ايه اه بنجامل فاحنا من خلال المنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده واللعيبه والكابتن والناس كلها وكان حاضر معالي رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي حاجه مشرفه عارفين يعني ايه حاجه مشرفه؟ أنا اللي عاجبني في الكلام ده كله الرجولة بتاعة اللاعبين، التركيز بتاعهم، بيعملوا بيشوفوا قد إيه بيقدروا الجمهور بتاعهم. هو ده 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 مش سهل. أوعى تفتكر إن المنظومة دي سهل، لا ده ناس بتلعب و... وتلاقي مطعمين الفرقة بناس جديدة أحسن من الموجودة والموجود واللي موجود ما فيه مش حاسس ما تحسش بأي حاجة. هل ده بيحصل في بقية الفرق التانية؟ أو المنتخبات التانية؟ لا طبعًا ما بيحصلش. عشان كده أنا بقول لهم من كل قلبي وكل المصريين بيبعتوا لكم التحيه بيقول لكم مبروك على الانجاز الكبير اللي انت حققتوه وعازمت تسعدونا كمان في اولمب الجيمز في فرنسا 24 تعالوا بقى نشوف أديت طبعا اللعيبة اللي هي وهي بتستلم الميداليات الذهبيه ويعني ربنا يديكم الصحه والعافيه وتشرفوا مصر وتسعدونا كمان وكمان